المشكل اللي وقعنا فيه في بدايه ديال المباراه هو ان اللاعبين مشاو مع الحماس ديال الجمهور ونساو بان تلعبوا مع خصم صعيب، وبالتالي وقعنا في جوج ديال الاخطاء اللي ادينا الثمن ديالهم. بالنسبه لي شخصيا كان ممكن اننا نرجعوا في النتيجه، ولكن لا ما كانش عندنا التوفيق امام المرمى. اللاعبين قدموا مباراه كبيره، تنظن بان حتى واحد ما بخل من المجهود ديالو. صحيح اننا خصنا مازال نشتغلوا، لان ممكن نكونوا افضل من هذا الشيء. تنعتذروا الجمهور ديالنا على هذه النتيجه، لان نتيجه غير مقبوله، لان الجمهور 8 سنين هو تينتظر باش نرجعوا لهذه المباراه بحال هذه شاهده. تنشوف كيفاش التيران كان عامر، تنعتذروا ليه وتناكدوا لي بان ان شاء الله غادي نرجعوا هذه النقاط هذو في المباراه المقبله ان شاء الله.